للنقاش حول كل هذه الأحداث والتطورات أرحب بضيوفي في هذه التغطية، الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية وهو معنا من الخليل، وكذلك السيد عبد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي وهو معنا من المغرب. أبدأ مع الدكتور عماد البشتاوي. دكتور عماد، مجازر متواصلة في قطاع غزة، نتحدث اليوم عن 41 شهيدا و 131 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، عدد كبير خلال هذه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال. برأيك في ظل الحديث عن مفاوضات، هل يمكن التفاوض في ظل هذه المجازر؟ تحياتي لك وللدكتور عبد المجيد ولجميع المتابعين والمشاهدين. حياكم الله. يعني حقيقة واضح أن نتنياهو لا يريد أي صفقة، لا يريد أي هدنة، هذا ليس جديد. والآن الإدارة الأمريكية ليست في أضعف حالاتها، أيام قليلة قبيل الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن نشهد ضغطا حقيقيا من قبل الإدارة الأمريكية على نتنياهو، وهذا أصبح الآن معروفا لدى الجميع. يعني لو كانت حتى إدارة قوية بخلال الأيام قليلة قبل الانتخابات لا يمكن ولا تتجرأ أن تضغط بشكل حقيقي على إسرائيل. هنا أقرب ما تكون الأمور للاستجداء منها لمحاولة فرض سياسة أمريكية. الإدارة الأمريكية وهي بقوتها لم تستطع أن تفرض على إسرائيل هدنة إنسانية أو صفقة حقيقية، وتركت إسرائيل هي التي تدرس خياراتها لوحدها وهي التي تتخذ قراراتها لوحدها، وهذا ما جعل نتنياهو يتحرك على مدار عام كامل ويطيل أمد الحرب بحساباته، برؤيته الشخصية وبحساباته الائتلافية. ومن هنا المجازر مستمرة، نعم، لأنه نتنياهو غير معني بأي تهدئة. حتى عندما تحول من الجبهة الجنوبية إلى الجبهة الشمالية أثيرت تساؤلات، بما أنك تركت الجبهة الجنوبية إذا استنفذت الأهداف العسكرية هناك، إذا لماذا أنت موجود؟ نراه عادة لينزع الشمال غزة عن جنوبها ثم يمارس مجازر، ثم ليقول للمتسائلين عن ذلك، يقول لهم لا زالت غزة تقاوم ولا زلنا نبحث عن أهداف هناك ولا زال أسرانا هناك. هل بالفعل نتنياهو يتحدث بمنطق أنه يريد أسرى أحياء بعد هذا القصف الجنوني على مدار عام كامل لقطاع غزة بكل أنواع الطائرات والقذائف وكل هذه التفجيرات التي حدثت؟ هل بالفعل هو يريدهم أحياء؟ أنا أؤكد لك وبيقين كامل نتنياهو لا يريدهم أحياء، نتنياهو لا يريد أن يفاوض عليهم، نتنياهو يريدهم أموات، وكذلك يريد أن يبقي هذه الورقة مرفوعة دائما أنه لا زلنا لم نحقق أهدافنا ولا زالت الأهداف غير محققة، بما أنه لدى المقاومة الفلسطينية هناك أسرى، وكأنه يبقي ورقة الأسرى كهدف ولن يتحقق، وبالتالي تصبح أهداف الحرب مفتوحة ولا يمكن أن تغلق، وهذا ما يريد نتنياهو، لا يريد إغلاق، ولا سيما قبل الانتخابات نلاحظ أنه يريد جبهات مفتوحة في غزة في لبنان مع إيران، حتى مع توجيه الضربة لإيران. نتنياهو يريد أن ينتظر النتائج الانتخابات، بعد ذلك عدم إقفال أي أزمة أو ملف. يستطيع نتنياهو الآن بعد الانتخابات مباشرة أن يعود مرة أخرى لفتح الحروب من جديد والجبهات من جديد وكأن شيئا لم يكن، وبالتالي يطيل أمد الحروب مرة أخرى لأشهر أخرى عديدة. طيب سيد عبد المجيد من المغرب، رغم أن الواقع يتحدث عن نفسه وأن المقاومة في قطاع غزة ما تزال قادرة على نصب الأكمنة للاحتلال، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي منذ قليل يتحدث عن أن إسرائيل نجحت في تفكيك القدرات العسكرية لحماس. برأيك هذا الخطاب الأمريكي المخالف للواقع، هل هي محاولة أمريكية الآن لدفع إسرائيل لإبرام صفقة بما أنه الهدف الرئيسي قد تحقق في القطاع والذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو وهو القضاء على حماس؟ نعم، من وجهة نظري أنه هذا الاستنتاج الذي تفضلت به صحيح. تحاول الإدارة الأمريكية الآن يعني أن تشتري في الوقت الضائع مثل هذه الصفقة
لكن نتنياهو لن يسمح بها كما تفضل الدكتور مشتاوي. لا أعتقد بأنه سيبيع الحزب الديمقراطي مثل هذه الصفقة الآن. وأنا أعتقد أنه يعني نتنياهو يتصرف وفق منطوق أنه أولا يستطيع انتظار ترامب، وثانيا المجتمع الإسرائيلي لا يضغط عليه باتجاه دعم الحزب الديمقراطي. القناة 12 من أول بالأمس كان عندها استطلاع مثير للغاية وغريب وعجيب. سأقول باختصار يعني ما هو الواقع المجتمع الإسرائيلي. 66% من المجتمع الإسرائيلي لا يؤيدون يعني كاميلا هاريس ولا يؤيدون انتخابها، يؤيدون ترامب. وعندما يعني نذهب إلى اليمين الإسرائيلي وأنصار حزب الليكود اللي الآن باتوا يتمتعون بتوقع يصل إلى 26 مقعد، عندما سئلوا يعني هذا الوسط اليميني الليكودي، 1% فقط كان مع الحزب الديمقراطي و 99% مع ترامب. يعني أرجو أن هذه الأرقام لا تفاجئكم، هذه أرقام أعلنت أول أمس يعني من قناة 12. بالتالي أنا يعني ما أردت أن أقوله فأنه يعني نتنياهو لا يريد أن يبيع الحزب الديمقراطي مثل هذه الصفقة، يؤجلها لترامب، ليس عليه ضغوط. المجتمع الإسرائيلي نفسه أصلا ليس مع بيع هذه الصفقة إلى الحزب الديمقراطي، يعني هذه حقيقة. يعني طبعا صحيح أنه هذا غريب جدا، يعني كل اللي قدمه بايدن، كل اللي قدمته الإدارة الأمريكية زي ما بيقولوا عنا لم يثمر لدى نتنياهو، بل يعني من وجهة نظري أنه يبتز هذه يعني هذه الإدارة. بالمناسبة غالبية هذه الإدارة هم يهود صهاينة، ومع ذلك المجتمع الإسرائيلي هذا الذي تحول إلى كتلة أقرب إلى الكتلة الصلبة من المفاهيم النازية والفاشية، هذه الكتلة يعني تقول لنتنياهو اذهب بعيدا في الحرب عمليا، وتقول له، وهذا هو الأهم، تقول له اتركك من هذه الإدارة، هذه إدارة تافهة، غدا سيأتي ترامب، وإذا كان لابد أن يعقد صفقة فلتعقد مع ترامب مقابل يعني توافقات وعقود تبرم ما بين الإدارة الإسرائيلية وما بين ترامب. هذه هي الحقيقة، ولذلك يعني لا يمكن الحديث الآن عن صفقة في من هنا وحتى الثلاثاء، هذا يعني غير وارد على الإطلاق. وإذا كان هناك من صفقة فستكون لاحقا. طبعا ماذا يعني لاحقا؟ لا يعني لاحقا يعني يوم الأربعاء، يعني بعد انتخاب الرئيس إذا نجح يعني ترامب بيوم. أنت تعرف والجميع يعرف والمشاهدين كلهم يعرفوا بأن تسلم الرئيس يبدأ في يناير، وبالتالي أيضا هناك يعني لدينا شهرين. أنا من وجهة نظري في هذين الشهرين نتنياهو سيزيد من وتيرة الحرب والعدوانية والقتل والذبح والمجازر، سواء في فلسطين أو في لبنان، خصوصا وأنه بالفعل هو ما الذي أنجزه حتى الآن باستثناء قتل الناس والذبح الذي مارسه؟ لا يوجد أهداف عسكرية تحققت. لكن بلينكين يريد أن يقول لنتنياهو إذا كان القصد من يعني الصفقة هو أنك أنجزت إنجازات عسكرية كبيرة، فنحن نعترف لك بأنك أنجزتها. حقيقة الأمر الأمريكيين أول ناس بيعرفوا أنه لم ينجز شيئا، وفي لبنان يتعثر بصورة خطرة من وجهة نظري على مستقبل كل الجيش وعلى مستقبل كل الكيان. وبالتالي كل هذا الذي يقوله نتنياهو هو كلام يعني دعائي، كلام بعيد عن الواقع، منفك عن الواقع، ولكن هناك في المجتمع الإسرائيلي من يتلقفه ومن يؤمن به ومن يعتقد بصحته. لم تصل الأمور في المجتمع الإسرائيلي إلى درجة التساؤل عن هذه الإخفاقات، يعني هل يشعر فعلا المجتمع الإسرائيلي بالأمن على الإطلاق؟ أنا أعتقد أنه يعني شعور الإسرائيلي بالأمن صفر، شعور الإسرائيلي بالأمان صفر، ومع ذلك هو يريد أن يستمر بالحرب. لماذا يريد أن يستمر بالحرب؟ لأنه صدم بأنه يعني ضرب جيشه، ضربت هيبته، ضربت قوة الردع لديه. هو لا يريد أن يعيش هكذا أجواء، لا يريد أن
أن أن أن أن يبقى في هكذا أجواء. هو يذهب إلى الخلاص الآن، ويعتقد لسبب أو لآخر لأسباب مختلفة أن نتنياهو هو الوحيد القادر على تخليص المجتمع من هذا من هذه الأزمة التي وقع فيها، ومن نتائج الصدمة التي أصابت هذا المجتمع. يعني هناك تفسيرات، أنا من وجهة نظري وكما كتبت اليوم، أنا أعتقد بأن يعني علم النفس الجماهيري يربك الآن في قراءة المفارقات اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي. على كل حال، طيب سيد عبد المجيد، بما أننا نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي والخلافات داخل هذا المجتمع، هنالك حالة من التناقض ما بين المؤسسة العسكرية والسياسية. المؤسسة العسكرية ترى الآن بأن هنالك أهداف تحققت في قطاع غزة، وأنه على المستوى السياسي أن يستثمر هذه الأهداف. سؤالي للدكتور عماد البشتاوي، في ظل حديث المؤسسة الأمنية عن أن الأهداف قد تحققت في قطاع غزة، هل يمكن أن يستثمر بنيامين نتنياهو هذا الحديث من قبل المؤسسة العسكرية، وبالتالي يسوق للداخل بأنه تمكن من إحداث نتائج في قطاع غزة من الأهداف التي كان قد أعلن عنها قبل هذه الحرب؟ هل هذا وارد في هذه المرحلة؟ على العكس تماما، هو يدخل في صراع، وصراع حقيقي. البعض يتوقع أنه نوع من تبادل الأدوار ما بين المؤسسة العسكرية بزعامة جالنت وزير الدفاع والمؤسسة السياسية بزعامة نتنياهو. هذا ليس تبادل أدوار، هو بالفعل هناك نزاع حقيقي. وأنا أعتبر أن مسألة حتى الإطاحة بجالنت هي مسألة وقت، لكن نتنياهو يعني لا يستطيع أن يقيل الآن في ظل ما يحدث، وخاصة مع اشتعال الجبهة الشمالية واشتعال جبهة مع حزب الله تحديدا. وكانت الأمور قريبة جدا بإضافة جدعون سعر إلى الائتلاف، وبالتالي الإطاحة بجالنت في ذلك الوقت. لكن تسارع الأحداث في اتجاه الجبهة اللبنانية هو الذي أخر هذا الموضوع. ومع ذلك، ما أن تضع الحرب أوزارها، سيكون الضحية الأولى بالنسبة لنتنياهو هو جالنت، لأنه أصبح منافس حقيقي له داخل حزب الليكود في هذا الموضوع. نعود للمؤسسة العسكرية التي يترأسها جالنت، وعمليا وقبله بيني جانس الذي أعلن انسحابه في شهر يونيو حقيقة، وكانت يعني رسالة الاستقالة من هذه الحكومة والانسحاب من هذه الحكومة واضحة، قالها بيني جانس، وقال أنه بمعنى لا نعرف الآن إلى أين نسير وماذا نريد، ولا نعرف ماذا يريد نتنياهو من هذه الحرب. أعطنا خطة، ماذا تريد؟ برنامج واضح، ماذا تريد؟ قال نتنياهو يتهرب، وأعطى نتنياهو مهلة إذا كنتم تذكرون 20 يوم الآن من أجل الإجابة عن تساؤلات طرحها بيني جانس، ولم تكن هناك أي إجابة. وبيني جانس معروف بتاريخه العسكري، بمعنى آخر هو لا يتحدث هراء، وإنما يتحدث بمهنية عسكرية. ثم جاء جانت الذي قال أن إسرائيل تتهرب من صفقة تبادل الأسرى، وقال بأنه استنفذنا أهدافنا في قطاع غزة. هذا لا يعني أن المقاومة انتهت كليا، لكن البنية العسكرية للمقاومة تضرت بشكل كبير. الخطير بالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنه الوجود بهذا الشكل دون أفق سياسي ودون تصور سياسي، أو الذهاب إلى كما يقال اليوم التالي للحرب، هذا يعني استنزاف يومي حقيقي للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة. بمعنى آخر، هناك تساقط للجنود والضباط يوميا، ويتساءل الجيش إلى متى وإلى أين تسير الأمور. يعني هل يكتفي الجيش الآن فقط بإصدار إحصائيات حول قتلاه أو عدد القتلى اليومي من ضباط وجنود؟ ولماذا؟ وما هو البديل لذلك؟ البديل هو اليوم التالي للحرب، وبالتالي الحديث عن مستقبل قطاع غزة وبشكل جدي مع الأطراف الإقليمية ومع السلطة الوطنية ومع من يستطيع أن يؤثر في صياغة مستقبل قطاع غزة بهذا الموضوع. إذن هذا هو الخلاف. أهداف مهنيا وعسكريا الجيش يقول نعم استكملنا هذه الأهداف، نتنياهو يعرف هذا الكلام لكن لا يريد أن يعترف به. الشارع الإسرائيلي عمليا ينصاع خلف نتنياهو، وهذا مرعب بهذا الموضوع. بمعنى آخر، بداية الحرب كانت شعبية نتنياهو متدنية جدا، وبيني جانس تصدر المشهد، وحزب بيني جانس تصدر المشهد. نتنياهو كان معروف بمراوغاته وبذكائه في هذه النقطة تحديدا، أنه كلما طال أمد الحرب يستطيع وتتغير المعادلة لصالحه،
وستسقط هذه المعادلة مع طول أمدها بيني جانس، وهذا ما نجح به. بيني جانس الآن وجد نفسه بعد مرور أكثر من 8 أشهر وهو في مجلس الحرب أصبح كرجل ظل، وصور من قبل نتنياهو أمام الشارع الإسرائيلي أنه ورقة أمريكا في إسرائيل، وكذلك أصبح منظره هو عبارة عن إنسان عاجز في مجلس الحرب، لا هو يستطيع أن يستمر في حرب مطولة بشكل غير مبرر، ولا يستطيع الانسحاب في منتصف الطريق. اختار الأقل سوءا وهو الانسحاب من منتصف الطريق بهذا الموضوع، والآن لحد هذه اللحظة بيني جانس يخسر ونتنياهو يصعد بشكل كبير. النقطة الأخيرة اللي بحب أذكرها في هذا الموضوع أنه مع هذا الصراع في قطاع غزة بين المؤسستين العسكرية والسياسية، نتنياهو ذهب بعيدا باتجاه الجبهة الشمالية، ولأول مرة يحصل إجماع كامل من المعارضة الإسرائيلية تقف خلف نتنياهو قلبا وقالبا، وأصبح مع نتنياهو الآن الائتلاف مع المعارضة. واستطلاعات الرأي تقول الشارع الإسرائيلي بغالبيته المطلقة يؤيدون الحرب واستمرار الحرب في الجبهة الشمالية بهذا الموضوع. وأخيرا التصويت الذي كان على موضوع الأونروا وتصويت المعارضة والائتلاف في هذا الموضوع. إذا نتنياهو هو الذي يتلاعب بالشارع الإسرائيلي، يتلاعب بالمعارضة، هو الذي يقود المعارضة إلى حروبه هو، وبالتالي يجبر المعارضة على التصويت لصالحه. حتى الضرب الإيرانية أيدت كفكرة، لكن هناك تباينات كانت حول حجم وطبيعة الضرب بهذا الموضوع. لكن كل ما ذكرته حقيقة نرى بأن نتنياهو مرة يتلاعب ويقود المؤسسة العسكرية لأهدافه، مرة يقود المعارضة السياسية لمشروعه السياسي. إذن دكتور عماد، إذن العنوان الأكبر الآن هو أن بنيامين نتنياهو يتلاعب بالجميع. أشرك معي من القدس المحتلة دكتور فضل طهبوب المختص في الشأن الإسرائيلي، نرحب بك معنا في هذه الحلقة النقاشية. دكتور فضل، إذا كان بنيامين نتنياهو لا يريد الانسحاب من نتساريم ولا يريد الانسحاب من فيلادلفيا ولا يريد وقف الحرب في قطاع غزة، على ماذا يكون التفاوض والحديث عن مفاوضات إذا؟ يعني أنا في اعتقادي نتنياهو في أزمة داخلية وإيديولوجية، بمعنى آخر حلفائه في التآلف الحكومي الموجود حاليا يريدوا استيطان قطاع غزة من جديد، وهذا اليوم كان بيحكي فيه هذا سموتريتش وزير إسرائيلي، بمعنى آخر يعني بعودة الاستيطان إلى قطاع غزة. إسرائيل تفكر بالتوسع، ولا يوجد في إسرائيل أي سياسي في هذه المرحلة يتحدث عن تسوية أو عن سلام. الجميع يحاول إما توسيع الاستيطان وتوسيع حدود إسرائيل أو الاستمرار في القتال حتى القضاء على كل أعداء إسرائيل، وهذه عقلية يعني أكدها نتنياهو في كل علاقاته خلال السنوات العشر الماضية، بأنه كان يخوف الشعب الإسرائيلي من أعداء إسرائيل سواء كان حزب الله أو الفلسطينيين أو إيران أو إلى آخره. وسياسة التخويف هاي حتى يجمع الإسرائيليين حوله، والآن في الحرب حاليا يقاتل بشراسة وبعنف. طيب دكتور فضل، إلى أي مدى هذه السياسة ناجحة داخل المجتمع الإسرائيلي؟ المجتمع الإسرائيلي حتى الآن ناجح، بمعنى آخر نتنياهو حتى الآن أوضاعه في إسرائيل تتحسن، بمعنى آخر يعني الموقف الجمهور الإسرائيلي من نتنياهو عم يرتفع نسبة مؤيدينه أكثر من السابق، وهذا بيعني أنه هو عم بيحقق حاجات سياسية حتى يتهرب من كل الحمول السابقة من القضايا الجنائية اللي كانت مرفوعة ضده، وهذا ممكن أن يمحيها في نظره. هاي قضية عم بتساعده كثير، لكن ما يجري حاليا أنه بدأ المجتمع الإسرائيلي والجيش بالذات يعني يتوجع من خسائره. المجتمع الإسرائيلي حالة عندهم صعبة جدا اجتماعية، يعني كل الناس اللي هاجروا من منطقة المحاذي لقطاع غزة أو المحاذي بالحدود اللبنانية الآن بيشتكوا من إهمال حكومي لا تقدم لهم الحكومة ما يجب أن تقدمه. أيضا الجنود اللي تبعون الاحتياط جميعهم وأسرهم وجميع الجنود بيشكوا من الإهمال الحكومي
لحقوقهم ولظروفهم اللي وضعوهم فيها. قال يعني 40 يوم 50 يوم كان يكون واحد في حالة طوارئ، لكن سنة وسنة وأشهر أخرى نستمر في هذا الموضوع، أو على الأقل يعني تمارس العمل العسكري وتنتهي مدتك، أو يطلبوك في الأسبوع اللي بعده للجيش مرة ثانية. وهذه عم بتشكل أزمة اجتماعية وأخلاقية في داخل المجتمع الإسرائيلي، والخلافات الداخلية على هذا الموضوع كبيرة في كل الأسر الإسرائيلية اللي عملها تلتحق بالجيش. هاي قضية. على صعيد القضية العسكرية، الجيش بيعتبر نفسه أنجز كل ما يمكن أن ينجزه عسكريا، والقتال مجرد قتال لا هدف لهذا القتال. هذا ما يطالب نتنياهو فيه، إنه وين يعني وين ممكن نوقف، إلى أي هدف أنا نسعى؟ بمعنى آخر، لا يمكن تحقيق إطلاق سراح الرهائن أو الأسرى، العسكريين حكوها بصراحة وزير الدفاع، لا يمكن إعادتهم بالطرق العسكرية. هذا قضية ما محسوب. إذن وين رايح فينا أنت حتى نستمر بالقتال؟ القتال مجرد القتال نوع من الحقد والكراهية والعنصرية، ومحاولة بالفعل تطهير قطاع غزة من الفلسطينيين. هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي حاليا، والقتل لمجرد القتل، لا يوجد هناك هدف عسكري أو هدف حتى سياسي يحقق في موضوع قطاع غزة. وما يجري في لبنان أيضا نموذج للأسف يعني لم يسبق أن تم ممارسته لا في لبنان ولا في الحروب اللي جاءت بعد الحرب العالمية. فهو يمارس بشاعة وجرائم ترتكب ضد الأطفال والنساء والمؤسسات والبيوت والكنائس والجوامع، يعني بمعنى آخر لم يبقي أي شيء أخلاقي ممكن أتحدث فيه. فهذا الجيش الآن يعني اخترق كل القوانين الدولية وتصرف خارج كل المواثيق الدولية، ومن هنا الجيش الآن في بعض قادة الجيش يعني عمالهم يتخوفوا أن يحاسبوا في المستقبل كمجرمين حرب. ومن هون بطالبوا نتنياهو، أعطينا شو الهدف المطلوب نهائيا، بمعنى آخر شو بدنا نحقق الآن؟ يحقق أنك يعيد المستوطنين إلى حدود لبنان؟ هذا أصبح مش ممكن. بعدين نتنياهو شاعر بالهزيمة الاستراتيجية، بمعنى لو أوقف القتال وانسحب من قطاع غزة يكفي أن ترمي بعدة صواريخ إلى تل أبيب من جديد، كأنك ما عملت شيء لإسرائيل من ناحية أمنية ولا حققت شيء. والسبب أنه لا يوجد عنده خطة سلام أو تسوية ما بعد الحرب. حتى الآن لا يوجد في إسرائيل من يتحدث عن تسوية وسلام في الشرق الأوسط نهائيا. إذا ما نهاية الحرب؟ أوقف الحرب اليوم وغدا صاروخين على تل أبيب، يعني ما أنت ما عملت. طيب ولكن ولكن دكتور فضل، هنالك حديث عن خطة للشمال هي خطة الجنرالات، وهذه خطة يحاول من خلالها نتنياهو فصل الشمال وتحويله إلى ثكنة عسكرية. سؤالي للسيد عبد المجيد سويلم من المغرب. سيد عبد المجيد، هذه الخطة التي أعلنتها إسرائيل للشمال وهي تحاول تجويع أهل الشمال وتهجيرهم من أجل تنفيذها، هل ترى واقعيا يمكن أن ينجحوا في تنفيذ هذه الخطة؟ أنا أعتقد أنه يعني ليس مهما إذا كانت هذه خطة الجنرالات أو غيرها، لأن من أعد خطة الجنرالات يعني عقد مؤتمر صحفي وقال هذه ليست خطة. لكن هذا ليس مهما، يعني ما هي جوهر الخطة؟ جوهر الخطة الآن يريدون بالفعل أن يسيطروا على الشمال للمقايضة في المستقبل من وجهة نظري، لأنهم يعرفون في نهاية المطاف أن المساومة ستأتي بصرف النظر عما تم تحقيقه من عدم تحقيقه. ولذلك أنا بعتقد أنه هذا نوع من استباق المفاوضات في المستقبل حول مستقبل قطاع غزة. أنا أعتقد بأن نتنياهو يكذب كثيرا على الشعب الإسرائيلي وعلى كل المجتمع الإسرائيلي وعلى حتى على العالم. المقاومة بالشهر الأخير، يعني منذ أن بدأت تقريبا يعني عمليات القتل والاستباحة والإبادة في الشمال، زادت العمليات العسكرية بطريقة كبيرة. اليوم سجل أن شهر أكتوبر هو أكثر شهر دموي
يعني بالنسبة لإسرائيل منذ أكتوبر 23، يعني هذا أكثر شهر كسرت فيه إسرائيل. الآن يعني هناك من يحصي قضايا من وجهة نظري أنها يجب أن تسترع الانتباه. على سبيل المثال لبيد في اجتماع افتتاح الكنيست قال لدينا 12 ألف جريح. يعني أنت تعرف ما معنى أن يكون لدى أي جيش 12 ألف جريح، يعني هذا رقم هائل. طيب إذن ما هو العدد الحقيقي للقتلى؟ جيد، يعني مؤسسة رعاية المعاقين في الجيش الإسرائيلي كانت قد قالت بأن قبل طوفان الأقصى كان عدد معاقين الجيش لكامل الحروب حروب إسرائيل هو 60 ألف. اليوم آخر تقرير أول من أمس كان أن هناك 74 ألف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك 14 ألف معاق جديد دخلوا إلى قوائم الرعاية من قبل هذه المؤسسة، هذه مؤسسة رسمية. يعني هناك أرقام مذهلة، مذهلة بأي معنى؟ بمعنى إذا كان هناك 14 ألف، ونحن لا نعرف إذا كان هؤلاء هم نفسهم اللي بيحكي عنهم يعني بنت ولبيد ولا غيرهم، بس بدي أفترض أنه يعني هم نفس الرقم. عم نحكي عن 14 ألف معاق. شو يعني معاق؟ يعني اللي رايح رجله، اللي رايح إيده، اللي رايح عينه، اللي مصاب بصدمة نفسية لا يمكن الشفاء منها والرجوع إلى الجبهة يعني مباشرة بعد علاجه. معنى ذلك أننا أمام خسائر غير مسبوقة، غير عادية. أي جيش عندما يكون فيه هناك 14 ألف معاق معنى أن بنية الجيش الحقيقية قد تهشمت. يعني عندما نتحدث عن الآليات، عن المصانع التي تعيد تدوير الدبابات المدمرة، هذا يعني بأننا أمام حالة غير مسبوقة وغير عادية من الخسائر. هذا لن يعني لن تظهر نتائجه على الفور، لكن بعد قليل بما أن الحرب مستمرة وبما أن الحرب بدون أهداف وبما أن الحرب يعني لم تقمع المقاومة، ها هو حزب الله يقاتل بعد كل الذي جرى له. الذي تعرض له حزب الله لو تعرضت له دولة كبرى لانهزمت ولا شلت ولا سقطت، وهو عاد لملمت صفوفه وهو الآن يقاتل ويقاتل بشكل كبير. المقاومة في قطاع غزة بالمناسبة على مستوى الكمائن وعلى مستوى ضرب الدبابات وعلى يعني تبلي بلاء حسنا. وبالتالي في حقيقة الأمر أنا لا أوافق أن هناك أي تحقيق لأي أهداف عسكرية. بالعكس أنا من وجهة نظري أن الجيش وضعه يعني سيء للغاية، والمشكلة تتفاقم داخل الجيش الإسرائيلي وداخل المؤسسة. الخلافات بينهم ليس على أنه هل حققنا أم لم نحقق. من وجهة نظري أن الجيش يقول للقيادة السياسية بأن هذا الجيش متعب مرهق. اليوم صدر تقرير يتحدث بأن المصادر البشرية للجيش أصبحت شحيحة، وأنه لابد لكل المجتمع الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولية يعني في رفض الجيش بالقوى البشرية الجديدة. نحن في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نمعن النظر فإسرائيل في أزمة من هذه الزاوية أزمة عميقة، هناك خسارات كبيرة. الآن إسرائيل متفوقة، تستطيع أن تغتال، تستطيع أن تقتل، تستطيع أن تتحكم بلقمة العيش، تستطيع أن تمنع الدواء. يبدو هذا أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه هذه هي الحرب. الحرب ليست هذه. طيب إذا سيد عبد المجيد ترى بأنه نحن الآن أمام صورة تتحدث عن أنه هذه ليست إنجازات وإنما هذا جيش مرهق ومستنزف في القطاع. نعم. وبالتالي يريد أن يلتقط الأنفاس. أعود للدكتور عماد البشتاوي. هذا هو جوهر الموضوع. نعم، أعود للدكتور عماد البشتاوي. إذا هذا الاستنزاف الذي تحدث عن السيد عبد المجيد والخسائر الهائلة في صفوف قوات الاحتلال، لكننا نرى تصعيدا كذلك في الضفة الفلسطينية. بالتأكيد تابعت ما حدث اليوم بالأمس في نور شمس شرقية طول كرم. الاحتلال يقصف المخيمات بالطائرات، وصل به الحد إلى هذا، وهذه ليست المرة الأولى. ما هي المخططات التي يريدها الاحتلال كذلك للضفة الفلسطينية في ظل المجازر في قطاع غزة؟ طبعا هي المجازر هي البديل لحالة الاستنزاف التي ذكرتها لك، بأنه
الجيش، وهذا سر الخلاف بين الجيش ونتنياهو، أن الجيش يخسر يوميا، وبالتالي ما الجدوى من ذلك؟ وعلى نتنياهو أن يذهب بالحديث عن مستقبل قطاع غزة لكي يتوقف استنزاف الجيش. هذا هو سر الخلاف. نتنياهو يحاول أن يغطي على هذا الخلاف بالمجازر، وهنا تتحول العملية من قتال إلى قتل. ما يقوم به نتنياهو ليس قتال، هو قتل، هو قتل للسكان. وما يحدث في جنوب لبنان هو استنساخ لتجربة غزة من خلال مسح قرى ومدن على رؤوس ساكنيها وقتلهم. يحدث ذلك في الضفة الغربية، محاولة للاستيلاء على أكبر كمية في الضفة الغربية وحشر الناس في أماكن محددة، سواء كانت مناطق A أو B أو أكثر من ذلك. وهذا ما يحدث في شمال قطاع غزة عندما يريد أن يعني يهجر الناس من الشمال باتجاه الوسط والجنوب. والضفة الغربية تقريبا نفس السيناريو، يحاول أن يجعل حياة الفلسطيني في شمال الضفة الغربية صعبة، التركيز على المخيمات لتفكيكها من حيث التركيبة الديموغرافية، وجعل حياة المخيم صعبة بائسة، لكي يفكر جزء من الشباب على الأقل بالخروج من هذه الحالة المأساوية التي يعيشون بها. وهنا تتحقق الإرادة الإسرائيلية لهذا الائتلاف بالعودة للاستيطان، سواء كان في غزة وفي شمال الضفة الغربية. ولا ننسى وعلينا أن نتذكر دائما أن نتنياهو هو الذي عرض الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005، عندما كان تحديدا نتنياهو وزيرا للمالية في ظل رئاسة وزراء شارون في ذلك الوقت، وقدم استقالته، وبالتالي أعلن رفضه لهذا الانسحاب الأحادي من غزة. بعد 20 عام الآن يقول نتنياهو لشارون بقبره أني أنا كنت على صواب في هذا الموضوع، إعادة الاستيطان بقوة إلى شمال الضفة الغربية. هذا كله من ضمن الأشياء التي علينا أن ندرسها في شخصية نتنياهو، الذي عارض اتفاقية أوسلو منذ عام 93، ثم توجت باغتيار رابين، ثم أكثر من ذلك أصبح رئيس للوزراء على أنقاض أوسلو، وهو الذي دمر وهو الذي حرض. على فكرة، نقطة التحول في الشارع الإسرائيلي الذي كان بمجمله في انتخابات عام 92 تصب في صالح حزب العمل واليسار وحركة ميرتس، إلى انتخابات 96، وبالتالي بدأنا الآن بالتحول في المجتمع الإسرائيلي باتجاه اليمين، انتخابات 99، ثم وصول شارون، ثم وصول أولمرت، وبالتالي عودة نتنياهو للحكم على عام 2009 لغاية هذه اللحظة تقريبا. إذا كل هذا التاريخ هو تاريخ نتنياهو اليميني المتطرف، الذي رفض أوسلو، رفض الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، ها هو الآن يقول لا أريد سلطة وطنية فلسطينية في الضفة، لا أريد لا فتحستان ولا حماسستان في قطاع غزة، أريد بشكل أو بآخر عودة الاستيطان، أريد التهجير. نحن الآن ونحن نشاهد ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية تماما وكأننا نعود 76 عام إلى الوراء، نكبة أخرى حقيقية، تهجير مذابح من أجل ترويع السكان، جعلهم يهربون، وكأن أمام دير ياسين جديدة، لكن المرة هذه المرة بمجموعة دير ياسين وليس دير ياسين واحدة، لكي يجبر السكان على الخروج من قطاع غزة أو من الضفة الغربية والاستيلاء على أكبر كمية من الجغرافيا الفلسطينية. هذا بالضبط نشهد نكبة جديدة، وهذا ليس كلاما مبالغا به. ما نشهد الآن هو عصابات جديدة، مسلحين، جيش على شكل عصابات يقوم بالترويع والمجازر، وضمن خطة إعلامية ممنهجة تجعل السكان حتى يعيشون حالة من الرعب. الفلسطيني الآن لا يعرف المستقبل أين، وما هو مصير هذا الشعب الفلسطيني بهذا الموضوع. حالة الضياع، حالة الضعف، حالة الضبابية هي مقصودة ممنهجة من قبل الإعلام الإسرائيلي لجعل الفلسطيني يعيش في حالة من المتاهة، لا سيما في ظل غياب الخطاب الرسمي الحقيقي من قبل السلطة أو حتى من قبل الفصائل. أصبحنا كفلسطينيين نبحث عن مستقبلنا من خلال تصريحات سموتريتش ومن كبير. طيب دكتور فضل، من القدس المحتلة، على مدار السنوات الماضية كان الحديث دائما عن أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضم الضفة بطريق التدرج والهدوء. هل نحن إزاء تغير في الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه الأيام فيما يتعلق بالمخططات للضفة الفلسطينية؟
يعني واضح وجود سموتريتش بالذات كمسؤول عن كل مناطق الضفة الغربية في الحكومة الإسرائيلية، واعتبر هو وزير دفاع رقم 2، يحاول الآن أن يوسع الاستيطان بقدر الكامل ويحاول الاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. هذه سياسة ممنهجة مدروسة في هذه الحكومة ويحاول تطبيقها، وينتظر أصلا عودة ترامب من جديد، لأنه ترامب لما وافق على أن القدس تكون عاصمة إسرائيل كان قدمت له أسرة مليونيرية في أمريكا اليهودية 40 مليون دولار مقابل أنه يكون القدس عاصمة لدولة إسرائيل. والآن في هذه الانتخابات نفس الأسرة هاي قدمت له 100 مليون دولار مقابل أنه يعلن عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل في حالة نجاحه. هذه السياسة الأمريكية لولا أيضا بايدن يدعم إسرائيل بالسلاح والمال لما استطاع لا جيش إسرائيل ولا حكومة إسرائيل الصمود أمام المواجهة اللي كانت موجودة. لكن أمريكا هي جزء كبير من هذه المعركة، هي تحارب بالمال والسلاح والدبلوماسية. الدولة الوحيدة في المجلس الأمن اللي كان رفضت وقف إطلاق النار الولايات المتحدة، يعني بمعنى آخر الولايات المتحدة تعمل على استمرار الحرب ودعمها عسكريا وماليا، وكل أساطيلها وكل يعني إمكانياتها العسكرية الآن تحت تصرف إسرائيل. اثنين، الولايات المتحدة حتى بايدن نفسه يعني بيعتبر حاله نتنياهو أنه أقوى من بايدن في الولايات المتحدة، وهذا الحكي صحيح وليس دعاية أو إعلام. عندما الكونغرس الأمريكي يطالب بإقالة بايدن على اعتبار أنه يعني خرفا أو أصبح يعني غير صالح أن يكون رئيس، بينما هذا الكونغرس صفق على نتنياهو بشكل كبير وهو يؤكد لهم أنه سيستمر في الحرب وهو يحارب يعني نيابة عنهم عن أمريكا ومصالح أمريكا، وهو يشعر نتنياهو أنه قادر أن يتخذ قرار في الولايات المتحدة أكثر من بايدن، وهذا وضع يعني سيء جدا للولايات المتحدة ومصيبة لنا كمنطقة الشرق الأوسط، أنه بيحاول يعني أمريكا أن تستخدم إسرائيل لإرهاب الشرق الأوسط بشكل عام وإرهاب الدول حتى اللي لم تدخل حتى الآن في حروب من إسرائيل، أنه مصيركم كما يحدث في غزة ولبنان. هذه عملية إرهاب دولة ممارسة لإرهاب دولة مدعوم من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومن أجل الهيمنة، لأنه إذا هزمت إسرائيل في هذه المعركة تعرف الولايات المتحدة أنها ستخرج من الشرق الأوسط. طيب. يكون لها مكان بشكل أخر. طيب أخيرا سيد عبد المجيد من المغرب، إذا ما افترضنا جدلا بأنه تم التوصل إلى اتفاق في غزة وفي لبنان يوقف إطلاق النار، هل سيستمر العدوان على الضفة الفلسطينية بهذه الوتيرة وهذا النسق، بما أن هنالك خطط معدة مسبقا لما يتعلق بالضفة تحديدا؟ هذا كله سيعتمد على نتائج هذه الحرب، ولكن من الطبيعي أن يستمر، ومن الطبيعي يعني أن تتصاعد وتيرة الحرب على الضفة، لأننا كما تعرف الحرب كانت موجودة على الضفة قبل يعني أحداث غزة وقبل الطوفان، اللي يعني كانت المعركة الحقيقية دائرة في الضفة، ولذلك من الطبيعي أن تستمر على الضفة. ومن وجهة نظري أن الخطة الإسرائيلية للضفة الغربية بالفعل هي خطة جهنمية، لكن ليست قدرا على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه إسرائيل يعني ستخرج من هذه الحرب مهزومة، هذا ما أعتقده، لن تستطيع الانتصار على أقل تقدير. وعندما تكون دولة مثل دولة إسرائيل غير قادرة على الانتصار، معنى ذلك أنها بصورة أو بأخرى مهزومة، يعني قد لا تكون مهزومة عسكريا، ولكن تكون قد فقدت قدرتها على إعادة صياغة المنطقة بالمنطق الذي يتحدث به نتنياهو، وبالتالي هذا سيجر نفسه على الضفة وعلى غير الضفة. من وجهة نظري بأنه من الصعب التكهن بالخطط التفصيلية، لكن الشيء المؤكد أن الضفة هي عنوان يعني الهجمة الإسرائيلية القادمة، وهذا العنوان سيكون عنيف وربما يعني لا يختلف كثيرا، ربما من حيث الكم يختلف، لكن من حيث الجوهر والنوع هو نفس يعني المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية.
شوف، كل المسألة هي أن نتنياهو يعتقد بأنه لديه فرصة لحسم الصراع. أنا أعتقد بأن إسرائيل حاولت أن تحسم الصراع لكنها فشلت، الآن تكابر عند درجة محددة ستكتشف أن هذه المسألة أكبر منها وحتى أكبر من الولايات المتحدة. حينها يعني لكل حادث حديث، يعني قد يكون الشرق الأوسط الذي يتحدث عنه نتنياهو والذي تتحدث عنه الولايات المتحدة، يعني بمعنى الشرق الأوسط الجديد، قد يكون جديدا إلى درجة أن يكون مختلفا تماما عن الوضع الذي أو الوضع القائم في الشرق الأوسط الآن. في ختام هذه الحلقة النقاشية أشكر ضيوفي من الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، وكذلك السيد عبد المجيد سويلم من الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من المغرب، والدكتور فضل طهبوب المختص في الشأن الإسرائيلي كان معنا عبر سكايب من القدس المحتلة. أشكركم جميعا ضيوفي الكرام لانضمامكم إلينا في هذه التغطية. هذه التغطية متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، ولكن على رأس الساعة فابقوا معنا.